كيف تقوم بالفحص الذاتي ضد كوفيد 19؟ قبل فتحك لعلبة الفحص الذاتي تأكد من تعقيم يديك جيدا. افتح القنينة بحذر، اعصر السائل منها في الأنبوب، ويجب أن يكون السائل عند خط الملء وأعلى. ضع الأنبوب في حامل الأنابيب. والآن افتح غلاف المسحة وكن حذر من عدم ملامستك للطرف الناعم. امسح فتحتي الأنف بنفس المسحة، وذلك بإدخال 2 سنتيمتر تقريبا قدر المستطاع، والتدوير ببطء 5 مرات. أدخل المسحة في الأنبوب وحرك السائل 5 مرات. أعصر المسحة بجدران الأنبوب. أكسر طرفها الخارجي عند الخط الفاصل. أبقي الطرف الداخلي في الأنبوب وأغلقه بإحكام. تأكد من عدم وجود فقاعات في الأنبوب. ضع جهاز الاختبار على سطح مستوي. ضع 5 قطرات من الأنبوب على الجهاز وانتظر 15 دقيقة. لا تلمس الجهاز في هذه الفترة. لا تقرأ النتيجة قبل 15 دقيقة أو بعد 20 دقيقة. والآن كيف تقرأ النتائج؟ سيظهر خط سطر التحكم C في دقائق، أما في حال ظهر الخط على T فقط أو لم يظهر أي خط فالاختبار لم ينجح، وفي حال ظهر الخط على السطرين C و T فالنتيجة إيجابية وعليك التوجه فورا لعيادة تطمن. أما ظهور الخط على السطر C فقط طوال 15 دقيقة فالنتيجة سلبية، مع الملاحظة بأن جهاز الفحص الذاتي تكون دقته عالية في حال وجود الأعراض. ضع كل المكونات في كيس وتخلص منها في سلة المهملات. نتمنى لك الصحة والعافية.